الآن النهاردة 11 بشمس الكنيسة بتحتفل بنياحة أنبا بافنوتيوس الأسقف، وبتحتفل باستشهاد القديسة ثواكلية، وهي زوجة القديس أو الشهيد يوستوس وأم الشهيد أبلي. هما الثلاثة استشهدوا، بس قصتهم رائعة قوي. حتى احنا في التسبيحة ليهم كده جزء من التسبيحة، يوستوس وأبلي وثواكلية. القديس يوستوس كان ابن الملك نوماريوس، وكان نوماريوس ده هو الملك، وبعدين خلف يوستوس واخت ليه. يوستوس وابلي راحوا يحاربوا الفرس، يوستوس رئيس الجيوش وابلي ده كان احد القواد، ابلي ده ابن يوستوس، وسابوا القديسة ثواكلية وقتها وقت الحرب. أخت يوستوس بقى اللي بنت الملك نوماريوس اتجوزت دقلديانوس وعملته الإمبراطور. رجع يوستوس وقبل من الحرب، لقى إن العرش المفروض إن هو بتاعه اتاخد، فتجمع كبار البلد وقالوا له من حقك إنك تطالب بالعرش. وقتها دقلديانوس كان أعلن الاضطهاد على المسيحيين، فهو دقلديانوس قال للمجموعة كلها، قال لهم يا جماعة احنا ديانتنا وثنية وده مسيحي، يقعد على العرش مسيحي، لو ساب المسيح ياخد العرش. فيوستوس قال استحالة أضحي بالمسيح عشان العرش، وراح قال أنا مسيحي. دقلديانوس بسرعة حكم عليه هو وأبلي ابنه وثواكلية ان هما يتألموا ويضطهدوا، بس في مصر بعيد، علشان هو خاف من الشعب، ممكن الشعب يثور عليه لانه كانوا بيحبوا يوستوس جدا. بعتوهم في مصر علشان القديس يوستوس يتألم ويستشهد في أنصنة اللي هو الريانوس، وتيجي وأبلي يروح منطقة اللي هي بسطة الزقازيق، والقديسة ثواكلية اللي احنا النهاردة بنحتفل باستشهادها اتعذبت من الوالي بتاع صالحجر اللي هو كفر الزيات. ويقال ان غالبا الملاك ظهر لهم قبل ما ييجوا مصر وقالوا لهم طباكم انتوا هتألموا لأجل اسمي، لكن ليكم مكان كبير في السماء. هم راحوا وهم كلهم فرح وكلهم إيمان، حتى الوالي بتاع صالحجر اللي هو كفر الزيات بيقول لها يا ثواكلية يعني أنا مستعدة أديكي كل اللي أنت عايزاه بس تسيب المسيح. فابتسمت كده بسخرية وقالت له يعني إذا كنا سبنا عرش ومملكة وسبنا غنى في بلدنا، أنت جاي أنت تجيلي تقولي أديك إيه عشان تسيب المسيح؟ إذا كنت أنا سايبة أصلا كل شيء عشان خاطر المسيح. فقطع راسها. شيء قوي جدا ان تبقى عيلة كلها تتجمع في السماء، حاجة حلوة قوي. انتوا متخيلين عيلة، زوج وزوجة وابن، وكانوا ملوك وكان العرش بتاعهم وكانت ليهم غنى واملاك، لكن لاجل المسيح كل شيء يهون. قدموا حياتهم بكل بساطة لاجله، ذبحوا كل شيء تحت رجليه، وهما حاسين انهم مش بس الفلوس اللي ممكن يقدموها ولا العرش، لكن حطوا رقبتهم، صفوا دمهم، احتملوا كل شيء من اجله. ليه بقى؟ اولا لان كان عندهم ايمان قوي بان قبل ما هما يعملوا كده المسيح عمل كده. ده ما قال ماري يوحنا، نحن نحبه
لأنه أحبنا قبلا، نقدم ذواتنا لأنه قدم ذاته قبلا، بنقدم دمنا لأن هو قدم لنا دمه قبلا، نيجي إحنا إيه لما نقدم له ده؟ لكن هو إله متجسد، لو يتنازلوا هيتنازلوا عن عرش شكله إيه؟ أما هو ساب عرشه السماوي ونزل وأصبح وسطينا فقير عشاننا. عشان كده يقول في مزمور: ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟ كأس الخلاص آخذ وباسم رب أدعو. يعني أديله إيه؟ هو أداني كل شيء، اشترينا بتمن غالي جدا، هو دمه، ادانا دمه. عشان كده هم ايمانهم بده خلاهم يقدروا ان هم يقدموا كل شيء، لانهم شافوه قبل كده قدم لهم كل شيء. هم امنوا بانه اله متجسد نزل علشان يديهم حياه ابديه. فلما جه العالم قال لهم تسيبوا المسيح، وبصوا المسيح لقوه فيهم وسطيهم، قالوا له ازاي نسيبه ده؟ زي القديس بوليكاربوس لما قال لهم 87 سنة يوم بيوم وياه، عاش معايا ما خنيش، قدم لي كل شيء حلو، ازاي انا اخونه؟ هم كانوا شايفينه بعنيهم، لامسينه بايديهم، قادرين ان هم يتعاملوا معاه كشخص فعلي حقيقي. عشان كده هان عليهم كل شيء. لما المسيح قال لهم خلي بالكم سيسلمونكم إلى مجالس ومجامعهم، يجلدونكم، تساقون أمام ولاه ملوك شهادة لهم، لكن الذي يصبر المنتهى هذا يخلص. هم أخذوا الكلمات دي وقالوا دي بتاعتنا، إحنا عملنا كده. أسألك بقى، أنت وأنت بتقرأ الكلام ده تحس إنه بتاعك؟ تحس إن إيمانك على هذا المستوى؟ لو اتحطيت قدام ولاه وفي مجامع هتقول مسيحي بجد؟ لو اتاخد منك شيء هتقدمه للمسيح ذبيحة؟ لو اتألمت، لو اضطهدت، ايه الفرق؟ الفرق ان ايمانهم كان حي جدا، واثق قوي، اخدوا الكلمات دي كانها بتاعتهم، واخدوا الاكاليل لانها بقت بتاعتهم. عشان كده كان الإيمان بتاعهم حول كل شيء صعب إلى أمور سهلة، وهو الإيمان كده. في واحدة اسمها هيلين كيلر، دي كانت ما بتتكلمش وكانت ما بتشوفش. هيلين كيلر دي أخذت كذا دكتوراه في الفلسفة وفي العلوم، وكانت نبغة يعني، رغم أنها ما كانتش بتشوف ولا بتتكلم. هيلين كيلر دي قالت كده: إني أحمل نورا عجيبا في قلبي، فالإيمان يجعل كل شيء أمامي منيرا. هي ما كانتش بتشوف، لكن الإيمان يدي كده. الإيمان هو الشيء الداخلي اللي يخلينا قادرين إننا نقف قدام العالم كله، زي ما قال مار يوحنا: هذه هي الغلبة التي تغلبوا بها العالم، إيمانكم. فرويد برغم إنه كان يهودي ملحد، لكن كان هو أستاذ علم النفس، تشريح النفس البشرية، قال كده: البشر أقوياء طالما يدافعون عن هدف قوي. أنت عندك هدف قوي بتدافع عنه؟ هم لما دفعوا عن هدف قوي، عن المسيح. أنت عندك شيء بتقدمه في حياتك؟ عندك هدف قوي بتقف قدام العالم لأجله؟ زي ما شفنا بابا أثناسيوس قالوا العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم. قدموا له حب خاص جدا جدا، حب مخضب بالدم. لم تكن كلماتهم مجرد كلمات رنانة تتقال، لكن كانت كلمات الحب بالنسبة لهم تقطر ألما، كلمات الحب بالنسبة لهم مكتوبة بدمهم. عشان كده يقول سفر رؤيا: لم يحبوا حياتهم حتى الموت. نقول مين دول؟ تعالوا بصوا، قديسين كبار، ملوك، ناس كان العالم بالنسبة لهم يستطيع أنه يديهم كل شيء، تركوا كل شيء لأجل الحبيب. سر قوتهم أنهم حبوه قوي، حبوه أكتر من أولادهم، زي ما شفنا الشهداء زي الأم دولاجي والقديسة رفقة،
حبوه اكتر من زوجاتهم زي شفنا يوستوس وسوكلية، حبوه اكتر من نفسيهم زي كل الشهداء اللي قدموا حياتهم، حبوه قوي. انت بتحبه قوي الى اي درجة؟ ممكن تسيب، ممكن تترك، الى اي مستوى؟ ممكن تسيب وقت عشان تقف تصلي ولا بتفاصل فيه؟ ممكن تسيب شهوة أكلة، بتصوم، ممكن تسيب ذاتك تتضع، ممكن تضطهد لأجله وتسيب راحة وتسيب مركز لأنك مسيحي. في فيلسوف اسمه بلزاك فرنساوي يقول كده: الحب الذي ليس هو كل شيء هو لا شيء. الحب الذي هو ليس كل شيء هو لا شيء. إذا ما كانش الحب بتاعك للمسيح هو كل شيء، يبقى حب ناقص. والحب الناقص يجي حب أعلى منه، مش كده المسيح قال من أحب؟ ويقعد يقول كده علاقات كلها شرعية مظبوطة، أب، أم، أخ، أخت، زوجة، أكتر مني لا يستحقاني. نقول له أكتر منك ليه؟ يقول لأن الحب الذي لا يساوي كل شيء لا شيء. في الأدب الفرعوني كانوا يعلموا يقولوا كده: الإله خلق الحب وخلق بالحب والكون يحيا بالحب. الإله خلق الحب وبالحب خلق وبالحب الكون بيعيش. انت بتقدم له حب شكله ايه؟ انت عايش وانت شاعر انك ممكن تقدم، تقول لي ده دول شهداء دول قديسين، اقول لك انت بتظن ان الاستشهاد بس هو سفك الدم؟ لا لا، الاستشهاد هو انك تقدم له حياة. اما بخوميوس يقول كده: هل تظن ان تقطيع الاعضاء وحدها هي الاستشهاد؟ بل تعب النسك، احتمال الالم، الوقوف امام ابليس، احتمال المرض، من يحتملها بشكر يصير شهيدا. وإلا فما الحاجة أن يقول بولس الرسول: من أجلك نمات طول النهار. بولس الرسول قال: من أجلك نمات طول النهار. نمات إزاي؟ أما موسى الأسود يقول: من احتمل ظلما من أجل الرب صار شهيدا. قديس كبريانوس يقول: يتوج الله خدامه الذين يقدموا حياتهم بصورة استشهاد. هو لا يريد دمائنا بل يريد إيماننا، حياتنا. أنت بتقدم حياتك شكلها إيه؟ تخيل لو كل يوم بتصحى الصبح وتقول له: لك هذا اليوم، لك كل ما أحيا، وتقول له تعاهد كده أني يمكن مش قادر أقدم لك دمي كشهيد، لكن هقدم لك يومي كحبيب. تعرف تعمل كده؟ حينما يكون هو الحياة تكون كل الحياة له، وتكون الحياة مقدسة. عشان كده يقول: لا تهتموا بالغد. مين اللي يقدر ما يهتمش بالغد لما يكون المسيح هو النهاردة وبكرة إلى الأبد؟ عشان كده قال لي مرسى: أنت تهتمين بأمور كثيرة ولكن حاجة إلى واحد. أنت مستعد أنك تكون عايش المسيح هو حياتك؟ في فيلسوف فرنساوي اسمه لامارتين يقول كده، يقول: الحياة شعلة، إما أن تحترق بنارها أو تعيش في نورها. الحياة شعلة، أنت مشتعل. أفلاطون يقول: الحياة منفى قصير. منفى قصير ليه؟ لأنه شاعر بأنه فين الحياة؟ هل وجدت الحياة؟ لما المسيح يقول أنا هو الحياة، رد عليه بولس الرسول يقول: لا، الحياة هي المسيح. ويقول: أحيا لا أنا بل المسيح. تقدر تقول حاجة زي كده؟ طب تقدر تقول حياتك هي المسيح لحد فين؟ أول النهار، نص النهار، آخر النهار، بالليل؟ حياتك هي المسيح إيه؟ ساعة؟ وقت القداس؟ فكر وبص حياتك، المسيح إيه في حياتك؟ كل الحياة ولا واخد جزء من الحياة؟ عشان كده هم لما عاشوا المسيح الحياة قدروا ان هم يقدموا كل شيء لأجل المسيح،
الضيقات بالنسبه لهم كانت مفرحه. قدموا حتى ذواتهم، ما تمسكوش بشيء. يا حبيبي لازم تفهم كده كويس، لا توجد سعادة إلا فيه، ولا قوة إلا بيه، ولا أبدية إلا معاه. لإلهنا كل المجد والكرم والأبدية.